قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية التي ذكرت الشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فقوله وكم من ملك، كم خبرية يراد منها التكثير ولا يراد منها الاستفهام، فيكون المعنى هنا كثير من الملائكة الذين في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكر السماء هنا من باب بيان فضل هؤلاء الملائكة، فإنهم في السماء عند الله عز وجل، ومع ذلك لا يملكون من أمر الشفاعة شيئا. وقوله لا تغني شفاعتهم شيئا فيه رد على من عبد الملائكة واتخذها من دون الله أندادا، فهؤلاء الملائكة مع أنهم مقربون عند الله فإنهم لا يملكون من أمر الشفاعة شيئا. ولذا قال لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم أي شيء، فإنهم لا يملكون من الشفاعة ولو ما كان منها قليلا، لكن بشرط الرضا والإذن، إلا من بعد أن يأذن الله، وهذا هو الشرط الأول، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى هو الشرط الثاني، وهو رضاه عن المشفوع له. والشفاعة يراد منها، مع أنه عز وجل قادر على أن يخرج من شاء من النار وأن يرفع درجات من يشاء في الجنة، الفائدة منها بيان فضل هذا الشافع وإبراز فضله يوم القيامة بكونه من الشافعين. الفائدة الثانية من الشفاعة في الآخرة إيصال الخير إلى المشفوع له، فهنا فائدتان في الشفاعة: فائدة تعود على الشافع وذلك بأن ترفع منزلته بين الناس، والفائدة الثانية وتكون في حق المشفوع له أنه ينتفع بهذه الشفاعة، إما برفع درجاته وإما بعدم دخوله بالنار وإما بخروجه منها.